مواقف كثير جمعت بين الاهلي والزمالك في خدمه الرياضه المصريه. الكلام ده يا جماعه حصل على يعني مر كل الاجيال المتعاقبه علينا، احنا جيل الحالي الاجيال السابقه كلها كان في احترام مبادئ. لازم الناس تعرف احنا بنلعب رياضه وبنتنافس منافسه شريفه، وده شيء طبيعي لكل نادي من حقه المشروع انه يحاول يكسب. لكن المكسب يا جماعه الحقيقي، المكسب الحقيقي ان احنا الاول لازم ندور على مصلحه بلدنا مصرنا الحبيبه يعني. ولازم التعصب ده احنا في بينا ان احنا بنتصرفاتنا